entire household. All this is very likely to lead to further increases in the use of energy and higher costs in the future. Intelligent power grids offer a viable solution to this problem. They're able to provide consumers with important information and help people to manage their power consumption better so that they can avoid using an unnecessary amount of energy at peak times. Intelligent power grids also introduce the concept of home energy management systems. These systems give consumers greater visibility into how they use energy and allow them to automate energy management for equipment such as air conditioning, heating, and large appliances. Studies have shown that when consumers are provided with real-time feedback on their energy consumption, they reduce their overall energy use. Energy management automation has the potential to increase this even further. The Cisco Home Energy Controller helps consumers understand and control home energy use. لاحظوا الكنترولر هو اللي بيعمل لك هذا الشيء، وباور جريدز اللي هي وصلات كهرباء تتركب عندك بكل شيء له علاقة بحياتك، بتصير تتحكم فيهم ريموتلي. هلا ليش وقفت على هاي الصورة؟ لاحظوا فيها شيء غريب، الشغلات الموجودة فيها ما لها علاقة بالكهرباء. بالضبط، بتلاقي واحدة من التولز لها علاقة بالكهرباء، اي ثينك بالنكست على فكرة موجودة. هاد مو سيسكو عم بيجهزوا حالهم مو مشان يعملوا لك بس باور الكتريسيتي، الاخوان موصلين لمرحله انه بدهم يعملوا اوبريتنج سيستم، يعني واضح عم بيجهزوا حالهم يفوتوا على سوق السوفت وير. لاحظوا شو الابلكيشنز، جوجل توك، جوجل مابس، ويذر، ثيرموستات، انرجي كنترول. هاي الانرجي كنترول، الانرجي هي ابلكيشن، في تليفون جوا، سيتنجز، كونتاكتس، جوجل، بتلاقي في عندك مثلا ممكن تلاقي في منهم بتلاقي فيهم فيديو كاميرز. فالشيء الملفت للنظر انه هاي الشركه مستقبلا متوقع تصير تنافس الشركات اللي نحن عم نستخدمها. مين قصدي الشركات اللي نحن عم نستخدمها؟ ممكن مايكروسوفت، ممكن ابل، ممكن غيره، لانه صار عندهم ابلكيشنز تحت اسم سيسكو، انتليجنت ابلكيشنز، صفيه بس انهم يعملوا اللمسات الحلوه اللي الاند يوزر بيدور عليها لانه يحتويها كابلكيشن على او كاوبريتنج سيستم ممكن نحكي على جهازه. فالشركه بلشت توصل لمراحل كتير ابعد من انه يكونوا ليميتد بالنتوركس. بتقولي طيب نحن بالانرجي كنترول، هاي وظيفه مهندسين كهرباء مو وظيفتنا، بس الفكره انه الشركه فايته بكل التخصصات. دخولها لكل هاي التخصصات ضمن العشر ولا العشرين سنه الماضيات حيساهم انه الشركه تكبر اكثر وتصير بوبولار اكثر، وبالنهايه السيستمز اللي عم تبيعها تلاقيها مطبقه بكل اماكن او كل مكان بتفوتوا بالعالم. فجدير بالذكر انه فرصه تشوفوا الاوبريتنج سيستمز اللي عم تشتغل عليهم سيسكو، ولو انكم في لهم ايميوليشنز اونلاين، يعني لو بتدور اونلاين رح تلاقي النظام هذا، بتلاقي توتوريالز عنه انك تعرف لوين عم بيوصلوا. بتوقع خلال سنتين، بعد سنتين اعمل سيمينار هون ويكون عن موضوع عن اوبريتنج سيستم لسيسكو، لانه اللي موصل لهون مو صعب يعمل اوبريتنج سيستم، واكيد ما لهم عجزانين على انهم يعملوا هيك شيء. فهي احد المميزات اللي سيسكو منزلينها، انك تعمل كنترول لمصروف الطاقه، ممكن ياخذ ديسيجنز عنك، والاحلى من هيك بورجيك قديش عم تصرف طاقه. بالضبط، يعني لو لاحظت ضمن الفيديوز بيقول لك انه اثبت علميا انه المستخدم لما يكون شايف حاله قديش عم بيصرف طاقه بصير يخفف. فبيضل اب تو ديت، قاعد عم بيقول لك انت بهي اللحظه قديش عم تصرف، بعد بنص ساعه قديش، وبالنهار قديش اوفر اول صرفت، والى اخره. ممكن تخليه ياخذ اوتوماتيك ديسيجنز، انه يصير ياخذ عنك قرارات بموضوع تطفايه اشياء وفتح شغلات، واحيانا ممكن شغلات لتريحك مو لتوفير الطاقه. فسيسكو كمان وصل للالكتريسيتي مانجمنت. الفيوتشر اوف سيسكو، الفيوتشر متوقع انه يكون بكل المجالات. هلا لو ملاحظتوا انا غطيت كل المجالات، ما ضل عندنا الا السوفت وير. بسوق السوفت وير لو فاتوا كاوبريتنج سيستم اي ثينك بيكونوا غطوا كل شيء. المشكله الوحيده الناس اللي بيشتكوا منها اللي هي تكاليف سيسكو، تكاليف الاجهزه تبعهم، لانه معروف سيسكو اضرب بخمسة مقارنة بأي جهاز تاني، بس اضرب بخمسة بالمقابل انت عم تحصل على كواليتي. بتقولي كواليتي زي شو؟ مثلا الراوترز، في راوترز عندكم هون بالجامعة صار لها 15 سنة شغالة سيسكو، يعني اشتروها ولهلا اخر شيء عملوا لها ابجريد، يعني مو جاي من قلبهم يكبوها، بس عملوا ابجريد لانه بدهم سرعات اعلى، صار نازل سرعات احسن. فالديفايسز تبعهم اللايف تايم وارنتي تبعهم كثير منيح، بيعطوك لايف تايم وارنتي على اي شيء بتشتريه، بلس السيرفيسز الانتليجنت سيرفيسز اللي بيقدموه. هلا ما في حدا رح يقتنع انه في شيء اسمه انتليجنت سيرفيسز الا يبرمج الراوترز والسويتشز والاي بي فونز ويقارنها مع شركات ثانيه، وقتها رح يميز انه سيسكو هي فعلا احسن نتورك سوليوشن ممكن تشتريه، بس مشكلتك دائما رح تكون المشكله الماديه نوعا ما.
هلا السؤال هاو تو ستارت، انتوا شفتوا تكنولوجيز، هلا في كتير ناس بيقولي طيب اللي حاب يدرس كيف يفهم على هذا النظام. انا رحت لكم على برنامجين نزلوهم عندكم على اجهزتكم بالبيت وجربوا استكشفوا. سيسكو وشركات تانية حطوا لكم بعض الابليكيشنز، هاي الابليكيشنز بتساعدك بانك تقدر تفهم اليه برمجه اجهزتهم او انك تبرمج اجهزتهم. حتى اول برنامج اللي هو اسمه الباكيت تريسر، حدا سمع عنه؟ جماعة سيسكو، أي حدا شوي يعني عامل شوية أبحاث بسيسكو المفروض يكون مارر عليه البرنامج باكيت تريسر. هذا أبليكيشن عاملينه أكاديمية سيسكو. البرنامج هذا شو هدفه؟ هو سيميوليشن. في راوترات، لاحظوا تحت بالورك سبيس في سويتشات، في هابس، في وايرلس ديفايسز. بدي مثلا وايرلس ديفايس، بدي راوتر اثنين، بدي مثلا سويتشز، بدي كمبيوترات، بدي سيرفر، بدي طابعة، بدي تليفون اي بي، بدي تلفزيون، بس تلفزيون لسه ما له فعال اللي حيجربه. هلا في بعض الادوات الجديده، الحلو بالموضوع انه بتحط هدول الاجهزه فيك تعملهم كونكت وتعمل تيستس عليهم كانك فعليا موجود على النتورك. لاحظوا حبلش اعمل كونكتنج، لاحظوا الوايرلس ديفايس لحاله شبك على الاكسس بوينت. لو بدي اشبك ال ديفايسز اوبس، هذا بده سويتش موديل معين لتقدر تشبكه، هعمله كانسل. لو بدك حتى كمبيوتر بتقلي بدي كمبيوتر وايرلس، عاملين لك نظام تحط كمبيوتر، لاحظوا لحاله ما راح يشبك على الوايرلس، بتشبك عليه، بتفتح الكمبيوتر، تطفي الجهاز، بتشيل كرت الشبكة، بتركب كرت شبكة جديد، ترجع بتشغل الجهاز، تصبر عليه شوي عم بيعمل ستارت اب الكمبيوتر شبك. بدك تتحكم بالوايرلس اكسس بوينت، تفتح بيفتح لك الانترفيس بتتحكم فيه وبتبرمجه زي ما بدك. يعني عاملين لك نظام محاكاة كامل انك تقدر تجرب اللي بدك اياه على سيسكو ديفايسز. بدك تشوف الراوتر كيف بتبرمج، كليك على الراوتر، هاي نظام التشغيل تبعه، بتفوت لجوا وبتبلش تطبع اوامر وبتتحكم بالانترفيسز مثلا الموجودين عليه، بتتحكم باللي بدك اياه، بتطفي بورت، بتشغل بورت او الى اخره. فهذا السيميوليشن جيد جدا كخطوة بداية. بتقولي طيب كيف بدي اتعلم هاي الشغلات؟ لا، الجوا لليوتيوب للجوجل، رح تلاقوا في كتير ريسورسز حلوة. كفيرست ستيب في شهادة اسمها CCNA، ممكن تدوروا على كتبها اونلاين موجودين فور فري، ممكن تعملون داونلود وتقعدوا تجرب على هالبرنامج. بالنهاية انت بهمك تبلش بالخطوة الاولى اللي رح توصلك للتكنولوجيز اللي كنا بنحكي عنها قبل شوي. في ناس بيقولي انا اشتغلت على الباكيت تريسر ووصلت لمرحلة اخر شيء انه بطل او بطل يساوي لي كل شيء انا مجربه، يعني ما بيدعم كل شيء. هو فعلا هاد سيميوليشن، في كتير اشياء رح تلاقيها ما لها مدعومة على البرنامج، بس في طريقة احلى. بتسكر الباكيت تريسر، باي ذا واي بس البي سيز بالباكيت تريسر ممكن من هون تفتح ديسكتوب، تفتح انترنت اكسبلورر تعمل تيست، ممكن تفتح السي ام دي تعمل كمان تيست للشبكة، فحتى بيعطيك ادوات انك تعمل تيستينج. في برنامج احلى من الباكيت تريسر بس مشكلته بيضغط جهاز كتير، اسمه الجي ان اس. حد اشتغل على الجي ان اس او سمعان ببرنامج اسمه الداينامبس؟ داينامبس هو الانجن تبع الجي ان اس. الجي ان اس هي عبارة عن كمان اداة، بس شو فكرتها؟ هي مو سيميوليشن، هي ايميوليشن. في حدا بيعرف شو الفرق بين سيميوليشن وايميوليشن؟ سيميوليشن برنامج محاكاة، يعني بيخلق لك بيئة افتراضية. ايميوليشن لا، هاد بيئة حقيقية. البرنامج هاد تجي بتمسك راوتر بس تشد له هون، لاحظ حتى بيصفن، عم بيعمل لي لود للاوبريتنج سيستم تبعه ليقدر يجيبه. انا هذا الجهاز رسميا في بالخلفية عندي، لو بتروح لهون على الايمجز تكتشف اني ضايف عندي على جهازي مجموعة من السيسكو اوبريتنج سيستمز، ولما اجي احكي للجهاز ستارت انا عم بعمل لود لفيزيكال راوتر، يعني عم بتشغل جهاز حقيقي وكل شيء اوامر عم فيك تجربها جوا كانك عم تجربها على راوتر حقيقي. هذا البرنامج كتير رح يفيدكم بالدراسة، بس بدك تراعي شغلة انه البرنامج هذا لو بتفتحه بدك تدير بالك انه شو يكون
تراقب السي بي يو تبع الجهاز لانه ممكن يحرق لك جهازك اذا بتشغل كثير راوترات. لاحظ لما تعمل ستارت لراوتر، انا شغلته للراوتر، تحس الجهاز ببلش شوي